السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد اخر على شي منتجات ديال ميركادونا اللي شريت هذا الصباح. هذا اليوم مشيت لميركادونا، شفت بزاف ديال نوفيداديس ولا بزاف ديال جديد، وكاينين شي بعض البرودكتوس اللي داري لهم اوفيرتا، ولكن انايا شريت بعض المشتريات اللي عجبوني وبعضهم اللي بغيت نجرب. الاول هو هذا المقشر هذا ولا اكسفوليانتي ديال مانوس. هاد الاكسفولينتي هذا عندي، كان عندي وشريته وعاود شريته حيت عجبني، كيخلي لي اليدين رطبين. هو كما كتشوفوا هنا تادو تيبو دي بي اللي كيصلح لكلشي الانواع ديال البشره. انا نفتح لكم باش تشوفوا. هو كما كتشوفوا هو شويه داير بحال ليموني ولا بيج، وكيكونوا فيه شي حبيبات هنايا كما كتشوفوا هاد الكحلين هادو، وفيهم شي وحدين على بحال الرقاق بحال سنيده ولا الملح رقيقه، وكتبقاو تقشروا بهذه الطريقه. فاش كينشف كيبقى بحال هكا كتسميتو حتى كيخرج كامل هذوك الجلده الميته، وكيخلي اليدين رطبين والريحه ديالو زوينه. هذا كان عندي وعاود شريته. بقاو في المقشرات، غادي نوريكم هذا الاكسفولينتي هذا اللي مازال ما جربت. فاش غادي نجربو غادي نهضر لكم عليه في فيديو اخر ان شاء الله. هذا الاكسفولينتي هذا ديال الوجه كينظف لك الوجه ديالك، وكيحيد كامل بهذوك سيلولاس مورتاس، هو داك الجلد اللي غنجربو قدامكم باش تشوفوا. حيت يلاه شريتو هذا الصباح هذا، مع ما كانش سولت هذيك المراه قلت لها واش كاين بروفادور، قالت لي لا وما قدرتش نجربو. كيبان هكا، في شي نقيطات كيبانوا بحال الليموني داكن، هاهو نتمنى يبان لكم مزيان. هو كيبان مزيان، وكتحطيه على هذا ديال الوجه، وكتبقاي واحد مساخي ولا، وتقدروا تستعملوا حتى بديك البروتشه اللي وريت لكم. هذا فين غادي نجربو ان شاء الله، غادي نضر لكم عليه في فيديو اخر. هو هذا البلسامو، هذا دايرين هنا بلسامو مرطب بارا ديسبويس ديال ديبيلاسيون، يعني هذا المرطب هذا كنستعملوه بعد فاش كنحيدو الزغب. انا هذا صراحه شفتو قريتو، حيت هنايا داير لك ايدراتانتي وكيرطب، وكيقال لك حتى كيتعطل الزغب باش ينبت لك. انا مازال ما جربتو، ولكن مع انا عندي كيجيني بحال ندير ديبيلاسيون كيجيوني بحال شي حبوب حمرين، وخصوصا الى درتها ودرت شي مرطب كيجيوني بحال الحبوب في الجلد ديالي. وقلت نشري هذا ونجربه، فاش نجربه غادي نهضر لكم عليه في فيديو اخر. هذا مازال ما جربته، يلاه شريته تقدروا تجربوا. الريحه ديالو ماشي شي ريحه مجهده، ولكن فيه الريحه، ماشي شي ريحه نيت مجهده بحال دوك الدهاني دوك المرطبين الاخرين. فيها حتى الجليسيرين، كما كتعرفوا الجليسيرين زوين للبشره. وهذا غادي نبقى غادي نجربو غنستعملو نشوف كي جاني، حيت كما قلت لكم عندي بحال واحد الحساسيه من بعد ديبيلاسيون كيجوني شي حبوب، خصوصا الا درت شي دهنه.
وانا جاتني الريحه عاديه، ما عرفت لطيفه قالت لكم جدا حيت انا عندي مشكل ما كنشمش مزيان، عندي مشكل في النيف ما كنشمش الروائح، واخا تكون مجهده ما كنشمش مزيان. لطيفه يا تيقه فيها، قالت لك ريحه فيها ريحه مجهده، انا جاتني عاديه حيت ما شميتهاش ما كنشمش مزيان. هذا ان شاء الله من غنجربو غنهضر لكم عليه. و المنتج الاخر هو هذا بحال هذا شريته جديد اصلا عندي، وشتو داري ليه اوفر، داك في الاول كنشري بجوج اورو و50، ودابا شتو باورو اورو 95 كاك. هذه هي ديك اللي كانت عندي، شريتها بجوج اورو ملي شتو مداري لها اوفرتا شريتها. هذه الريحه ديالها زوينه ودائما كنهضر لكم عليها، هذه لابد تكون عندي في الدار حيت عندها فيها واحد الريحه زوينه، فاش كديروها ما تحتاجوا كاع ديروا لا ريحه لا والو، كتشم بحال لا دايرين شي بارفان. برودكت الاخر اللي غادي نوري لكم هو هاد ماكينيات ولا غازوا. هادو ديال كما شفت مشيت للبلايص اللي كيبيعوا داكشي ديال مخيرس وشريتو، قلت بغيت نجربو ونشوف كيف واش زوين، كيف كان، واش عادي، واش كيدير حساسيه، واش كيحيد مزيان، وفين نجربو ان شاء الله غادي نشوفو هنا قدامكم حيت مازال جديد، ولكن ملي نجربو ان شاء الله غادي نهضر لكم. هو هذا هي هاد الاسبوما دي افيتار، هادي شفتها غير ديال الرجاله، ولكن كنت بغيت نشري وحده ديال فيت، ولكن لطيفه نصحتني قالت لي هادي ديال الرجاله كيكون فيهم ديما داكشي مرطب، مرطب كيكون مجهد وكترطب هي، يعني كما كنعرفوا الرجاله عندهم يعني ديما كيديروا داكشي مرطب بزاف على اللحيه، يعني غيكون دوك البرودكتوس كتار على ديال العيالات. وشريت هذا باش نجربه اول مره غادي نشريه، حيت ما كما قلت لكم عندي ديك الحساسيه كينوضوا ليا دوك الحبوب. هذا فيه فيتامينا كون الوفيرا اي فيتامينا اي، غادي نجربه ولا جا زوين ان شاء الله غادي نهضر لكم عليه. كاين حتى واحد اخر زرق ولكن ديال بيلي سينسيبليس، هذا اللي جديد ديال بيل نورمال. والمنتج الاخر اللي غادي نوري لكم هي هاد الصبغه ديال الشعر اللي غادي نصبغ بها ان شاء الله شعري. بالنسبه للبنات اللي باغيين يعرفوا بحال اش كان الطريقه اللي اصلا سولوني عليها في الاول، سولتني واحد البنت الا عقلت على سميتها حكيمه تنخير، هي سولتني قالت لي عافاك الا تقدري تورينا بحال اش كتصبغي شعرك في الدار، ولا بغيتو انا شريت الصباغه باش نوري لكم الطريقه كيف كنصبغ شعري في الدار. هاد المره شريت، كنت كنشري نمره 8 وهاد المره بغيت نجرب هاد النمره 9 رويو كلاريسيمو. هذا غادي منين نجربو ان شاء الله هاد النوع، هذا راه شريته في ميركادونا. غادي نصور لكم واحد الفيديو باش تشوفوني بحالاش كنصبغ شعري بوحدي في الدار، وتشوفوني معايا اللون اللي غادي يخرج ليا في شعري. هنا تسالى الفيديو، هادو هما المشتريات اللي شريت هاد الصباح هذا، نتمنى يعجبوكم ونتمنى انني فدتكم ولو غير بشويه غير بشوي، وشكرا. ولا عندكم اي سؤال ولا بغيتو تعرفوا ولا نسيت شي حاجه ما قلتهاش قولوها لي غير في الكومنتاريو وانا غادي نجاوبكم. شكرا بزاف.